أسئلة القرآن يجيبها محمد إلا هذا السؤال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كلها يجيبها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما كان السؤال عن علاقة العبد بربه وتضرع الخلق للخالق كان الجواب من الله من دون واسطة. بل حتى الأمور الغيبية التي ستقع في الآخرة تجد أن محمد يبلغه الله فيجيبها بلاغا عن الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إلا هذه الآية. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يقول شيخ الإسلام الرب أي الله أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. أعطني همك ووجعك ودينك ومرضك وفقرك وذلك ومسكنتك وأولادك وما أهمك وما أبكاك ثم ارفعها إلى السماء.